أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة لتعبئة الكراتين المحملة بالمساعدات بالتعاون مع مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية تمهيدا لإيصالها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري. الحملة تستهدف طلاب المدارس لدعم القضية الفلسطينية عن طريق المشاركة في تجميع المساعدات. في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة لتعبئة الكراتين المحملة بالمساعدات وبالتعاون مع مدرسة إبدأ الوطنية تمهيدا لإيصالها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري. النهاردة احنا عندنا فعالية مع مدرسة إبدأ الوطنية عشان إن شاء الله نوصل المساعدات لغزة. عندنا كراتين النهاردة، كراتين غذائية أكتر من 1000 كرتونة. طبعا احنا هنا موجودين من 10 الصبح في الصيام، فبنحاول نخلص، يعني كنا هدفنا 1500 او اكتر، بس هنخلص مثلا فوق 1000 عشان الاولاد يلحقوا، هم صايمين طبعا زينا فيلحقوا يروحوا. هي مبادره ابدا الوطنيه طبعا مع مشاركه مع مؤسسه حياه كريمه، فده شيء حلو قوي. وزي ما حضرتك عارفه ان احنا هنا في مدرسه ابدا للعلوم التقنيه تبع لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، فاولادنا بقى اولاد التكنولوجيا التطبيقيه واولاد ابدا تحديدا هم اللي بيساهموا في الموضوع الجميل ده، فطبعا شيء رائع وشعور جميل 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 كلنا حاسينه. عرفنا الولاد ان لازم طبعا يكون في تعاون بين الناس عامه، لازم يكون في تعاون ونحسس الناس ان هو في طبعا كل واحد في موقف ممكن يحصل له اي حاجه، لازم طبعا بنأزر بعض وبنشد بعون بعض. وده طبعا اللي بدأ من مدرسة إبدأ وبين حياة كريمة، وبدأوا فعلا بالفعل الولاد بدأوا من أول اليوم بينظموا، بدأوا بقى يرصوا الكراتين بتاعتهم ويعرفوا إن قد إيه برضه إخواتهم محتاجين. والمبدأ الحلو قوي في الموضوع التعاون، التعاون بين الناس ده حاجة مهمة جدا طبعا. يعني حريصين على ان احنا مش بس بنشارك الطلاب في الجانب العلمي، احنا برضو يعني بنحاول ان احنا نخليهم دايما درايه بالاحوال والقضايا الخاصه بالمجتمع يعني. فطبعا زي قضيه غزه الاولاد متفاعلين جدا مع الموضوع، ولما عرفوا ان في مبادره حياه كريمه بتعمل كراتين لاخواتنا واهالينا في فلسطين حابوا طبعا هم يشاركوا، كانوا مبسوطين جدا جدا ومتحمسين اصلا قبلها بفتره ان هم يشاركوا في التجربه دي. يعني استهدفت هذه الحمله طلاب المدارس بمختلف مراحل لدعم القضية الفلسطينية عن طريق المشاركة في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية لأهالي فلسطين بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع. أنا جاي النهاردة عشان أساعد إخواتنا الفلسطينيين ونعبي لهم كراتين تغذية فيها كل السلع إن شاء الله، وشعوري إن أنا حاسس بيه دلوقتي إن أنا سعيد قوي إن أنا بساعد إخواتنا الفلسطينيين. النهاردة بنشتغل مع حياة كريمة بنعمل فعل خير إن نساعد إخواتنا في غزة، وانا والناس اللي معايا بنحاول نساعد بعد ساعتنا. عمل مستمر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريه بتقديم الدعم الفوري والاغاثه الانسانيه لدوله فلسطين الشقيقه، وفي اطار الدور الريادي والاقليمي لمؤسسه حياه كريمه داخل مصر وخارجها. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.